اهلا وسهلا بكل الناس اللي بيشاهدونا في كل مكان. صباح الخير عليكم وصباح السعاده والجمال والمحبه العامره باذن الله تعالى على كل البيوتات السودانيه المختلفه اللي دايما بتشاهدنا من خلال الاف ام الصباح الجميل اللي بنطرح فيه عدد كبير جدا من المواضيع اللي بتخص الشعب السوداني ككل، اللي بتمس الشارع العام السوداني ككل باذن الله تعالى، ونقدر من خلال نقاشنا معاكم من خلال المواضيع المختلفه ومن خلال ردودكم لنا ايضا نقدر نصل لحل ونقدر نساعد بقدر الإمكان إنه نحل كل المشاكل الموجودة في وطننا، ونسعى لأنه يكون وطن جميل ومعافى وآمن جدا وقني بالاستقرار والمحبة العامرة ما بين كل الشعوب الموجودة داخل وخارج السودان. التحية لكل الشعب السوداني دائما بتابعنا من خلال محطات مختلفة في قناة البلد الفضائية، ولكل محبي الاف ام الصباحي على وجه خاص، فدائما بيشاركونا بمواضيعهم المختلفة وكمان بيشاركونا بآرائهم في أي موضوع نحن بنختاره، وزي ما المحبة عامرة ما بيننا وما بينكم دايما بنحاول إنه نجدد في مواضيعنا ونشوف إنه الحاصل لنا، نشوف بلدنا دي اللي إحنا مفترض نقدر نضيفه ونقدر نفيد به والمجتمع السوداني نطرحه بشكل كبير، نسمع رأيكم. تطلع كاميرا من الغداء للشارع العام تسأل المواطن السوداني، وفي النهاية الحمد لله الصوت بيوصل وبنلقى رد على كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها. كالعادة موعدين بموضوع حلقة بنقدر نتناقش كلنا مع بعض. موضوع حلقتنا لليوم هنعرفه بعد ما نشوف مهيد الليلة مجهز لنا شوف اللحن الصباحي الجميل، نهدي ولا يكون نستمتع به في الصباح ونرجع نشوف موضوع حلقتنا اليوم. اهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي انضموا لمشاهدتنا، شكرا يا مهيد على اللحن الجميل، والتحية للفنانة الجميلة صاحبة الاحساس العالي نانسي عجاج في الصباح الباكر. وبما انه نحن في فصل الصيف استمر لفتره طويله جدا ودرجات الحراره مرتفعه جدا، كل الناس شكت الفتره الفاتت وعانت بسبب درجات الحراره العاليه، عدم التبريد حتى من داخل المنازل من داخل مؤسسات العمل وغيره، الناس بتشكي على انه من بعد الساعه 8 9 خلاص الشمس بتكون درجة قوة، إنه الحرارة بتاعتها تكون عالية جدا، الناس عانت من أمراض كثيرة، حصلت تضاعفات لناس بسبب إنه ما عارفين إنه درجة الحرارة العالية ممكن تسبب لهم أمراض، وممكن هم يقي نفسهم من الشمس حتى إذا كانوا مشغولين في الفترة النهارية، حتى إذا كانوا مضطرين إنه يطلعوا في وقت الشمس فيه سخنة جدا. في حاجات أنت مفترض تتبعها عشان تقدر تحفظ روحك والسلام. وفي كل الأحوال موضوع حلقتنا اليوم احنا هنقدر نتناول فيه مع بعض أمراض الصيف وطرق الوقاية منها. خلونا مع بعض نشوف فترة الصيف عانينا منها في شنو، لكل الناس ما محبين للصيف بشكل كبير بسبب الأجواء عموما اللي عندنا في السودان، يعني في أغلب الأشهر وفي أغلب يعني الأحوال بتكون سخنة جدا، حتى الشمس بتاعتنا بتكون سخنة جدا بتطلع في وقت بدري، ولكن برغم كده الناس بتحاول بقدر الإمكان تتعايش معاها في سبيل إن هي تحفظ روحها وتحفظ الناس اللي حوالينا، لأنه بكون عندها مضاعفات وممكن تأثر عليك لو أنت ما اتبعت طريقة معينة في إنك كيف تتعامل مع نفسك في المقام الأول، وكيف تحافظ على نفسك لما أنت تطلع في وقت درجة الحرارة فيه عالية أو في وقت اللي هو معروف إنه الشمس بتكون فيه حارة شديد الفترة النهارية بالأخص ما بين 12 لحد 3 3، وحاجة دي أكتر فترة ممكن نقول فيها إنه الشمس بتكون سخنة ودرجة الحرارة عالية، وبنشوف إنه أغلب الناس في الشارع يعني بتشكي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتقول أي زول يعني ما مضطر إنه يطلع ما عنده حاجة ضرورية تخليه إنه يطلع في فترة النهار في الأيام دي، أفضل إنه يكون قاعد في البيت لأنه بتسبب لك مشاكل، لأنه بتخليك أنت حتى ذاتك ما قادر تصل المكان اللي أنت عايز تمشي له، ودرجة حرارة فقط وصلت 41 إلى 50 وغيرها. خلونا مع بعض نشوف أكثر الأمراض اللي هي منتشرة بصورة كبيرة جدا في فترة الصيف وكيف نحن نقي روحنا مننا. أول حاجة عندنا التسمم الغذائي، نسبة لحفظ الأكل في يعني في المطبخ عموما في المصطبة، الناس ممكن يخط لك أكل عادي، أي نعم بيكون مغطى وأي حاجة، لكن درجة الحرارة العالية مع الحفظة بتاعت البيت فبتسبب بكتيريا أو بتسبب عموما تلوث في الغذاء، فبعد ذاك الزول بيجي بيتناوله عادي فبيسبب له
تسمم غذائي، فإنه دي إحنا نحافظ على كيف إنه نحط الأكل في الثلاجة، لأنه حتى الفترة اللي فاتت الثلاجات دي ذاته كانت ما بتثلج كويس وما بتبرد كويس، نسبة لأنه الجو عموما سخن يعني، فحيكون في عدم توازن ما بين إنه هي الأجواء سخنة وكمان قطاعات الكهرباء المختلفة. فعشان كده الناس تحفظ الأكل الموجود في المطبخ في الثلاجة نسبة لأنه ما يتعرض لأي تلوث، وإنه الزول لما يجي ممكن يسخنهم ويتناولوا عادي. الصداع، الصداع ده طبعا أغلب الشعب السوداني بيعانوا منه بشكل كبير جدا، فده صداع بسبب أشعة الشمس. عموما في خلايا في المخ وبتتأثر عليها أشعة الشمس فبتسبب لك الصداع. خلونا